ما بكفيش هجرونا واخدوا بلادنا واخدوا اراضينا وبياراتنا وشتتونا كل واحد ببلد. مش الاختلاف اللي راح يحصل بالنسبه لي يعني، بعرف شو راي الناس الثانيه. ينقل سفارتي مع القدس معنا اعتراف بالقدس عاصمه لجنه. مش عارف يعني، الارض من حق المواطن، المواطن الفلسطيني هو اللي بيتحكم فيها، فما بحق لاي واحد غريب انه يدخل في هاي الارض. لما تكون عاصمه لاسرائيل يعني وين راحت عاصمتنا؟ وين هي القدس الشرقيه اللي قاعدين بيطالبوا فيها؟ وين راحت؟ ترامب جاي بس زي هدره، مش جاي يدمر امريكا. طبعا راح يكون ردة فعل قوية جدا، حتى مش بس عندنا، في كل العالم راح ترجع مشاكل وانتفاضة زي أيام 36. نحن العرب لازم نوقف وقفة واحدة ضد هذا الاشي، لأنه دمار على الفلسطينية. احنا بدنا نحتج يعني، واحتجاجنا لازم يصير يطلع برا للعرب للأجانب. والشعب انه مش راح يقبل فيك اشي، اكيد راح يصير يعمل زي يعمل زي شو بسموها هاي.